بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا هذا اليوم راح يكون مسك المضرب وقفة الاستعداد في لعبة الريشة الطائرة. متطلبات النشاط البدني دائما يا ابطال يفترض ان تلتزم بهذه المتطلبات طوال حياتك. النوم المبكر حتى تمد جسمك بالراحه، تناول الاكل الصحي في المنزل ثلاث وجبات فطور وغداء وعشاء وفي اوقاتها الصحيحه. ايضا المكان المناسب والامن من حيث عوامل الامن والسلامه. ايضا لبس الملابس المناسبه لاداء النشاط الرياضي. ايضا شرب كميات كافيه من المياه يا ابطال لتعويض السوائل التي نفقدها اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه. فوائد ممارسة النشاط الرياضي يحسن لياقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من عدة أمراض كأمراض السمنة والسكري من الدرجة الثانية كفانا الله وإياكم شره ويجعلك قادرا على ممارسة جميع أعمالك خصوصا الرياضية تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة على القدمين قف واقفين في مساحة آمنة مرتدين الزي الرياضي أو تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عاشر يعطيكم العافية أبطال التمرين الثاني تمرين سكوات تفتح القدمين باتساع الكتفين واسع قليلا نظر للأمام نيدين هنا لحفظ التوازن مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال تمرين ثالث القبص في المكان أبطال على مشاط القدمين بهذا الشكل مع بعض تمرين جماعة ابتدي إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ندخل على تمرين إطالات نضم القدمين بهذا الشكل نزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشرين ثانية بشرط ألا تثني الركبتين يا بطل جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال آخر تمرين معنا العضلة الأمامية للفخذ من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى واليسار باليد اليسرى جاهزين مع بعض تمرين جمع ابتدي ايه واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر قدم الاخرى ابطال قدم الاخرى واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية أبطال كذا نكون انتهينا من آداء التمارين الرياضية تذكر أن هذه التمارين للحفاظ على صحتك لتحسين صحة عقلك ومزاجك حتى أيضا تحافظ على وزنك الصحي المناسب وتقيك من أمراض كثيرة فالتزم بممارسة الرياضة أو اختر نشاط الرياضي التي الذي تفضله يا بطل الأهم أن تستمر في ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك مسك المضرب احد اهم المهارات في لعبه الريشه الطائره يجب على كل لاعبين الريشه الطائره معرفه الطريقه الصحيحه لاداء المهاره، شوف هنا في الصوره عندنا يا ابطال الريشه يا ابطال عباره عن هذه الاداه اللي نستخدمها يا ابطال بلاستيكيه وضرب الكره من هنا وايضا مضربها اللي اكيد مضرب التنس. مسك المضرب يا ابطال يعد مسك المضرب يا ابطال الخطوه الاولى لاتقان مهارات الريشه الطائره ويوجد عده انواع من مسك المضرب، عندنا انواع كثيره، عندنا مسكه مضرب اماميه وعندنا مسكه مضرب خلفيه وعندنا رافعه وهنا بعض الفوائد لاستعمال مسكه جيده لازم نعرف ما الفوائد يا ابطال تعطي قوه اكبر في الضربه الساحقه والسيطره على ضربات الشبكه والدقه في الارسال وتمنح دفاع قوي للضربات الساحقه والاستعداد لضربات الخداع لكلا الجانبين وهنا المقصود فيها الضربه الاماميه يا ابطال تحديدا عندنا اشكال الضربات او اشكال المسكات يا ابطال الاماميه او الخلفيه او الرافعه يا ابطال اهم ان تعرف جميع اشكال المسكات ليش نعرف المسكه يا ابطال لأن اذا تعلمت المسكه الصحيحه وتعلمت الوقفه الصحيحه بكذا انت مهيئ لتعلم مهارات الارسال الضربات كلها في الريشه الطايره وتصبح لاعب مميز في الريشه الطايره لازم تتعرف الاساسيات في كل لعبه ومن وين نبدا ما ينفع نبدا مثلا من الارسال او من الضربات يا ابطال هذا امر خاطئ لازم نعرف كيف نمسك المضرب كيف نقف بشكل صحيح حتى نؤدي بقيه المهارات بشكل صحيح عرفنا ثلاث انواع الاماميه والخلفيه والرافعه وهي المسكات يا ابطال. المسكه الاماميه تستخدم هذه المسكه لضرب الكرات التي تاتي من الجهه المقابله لليد الممسكه للمضرب وتشتم من مواصفات الاداء الصحيح على التالي. المسكه الاماميه تكون بالجهه اللي يكون فيها المضرب، لو كنت ماسكه باليمين راح تاتي الريشة من جهة اليمين وإذا كنت باليسار أكيد ماسك المضرب باليمين وجدت باليسار راح تكون ضربة خلفية لازم نعرف الفرق بين أشكال الضربات ولازم تتقن اللعب بكلتا الجهتين ابطال، الكثير يلعب بالجانب الامامي ولو اتت ايضا على يسار يلعب بالجانب الامامي، هنا يكون عندك نقطة ضعف يستغلها المنافس يفوز عليك، لذلك نتعلم اليوم المسكة الامامية وفي مراحل متقدمة تتعلم المسكة الخلفية والرابعة. مسك المضرب من العنق باليد الحرة ويكون رأس المضرب عموديا على الارض. اول الخطوات تمسك المضرب يا ابطال من العنق عنق المضرب يا ابطال واليد الحره يا ابطال تستند على المضرب ويكون بشكل عمودي على الارض اي لا يكون بجانب الجسم بهذا الشكل وضع راحة اليد المؤدية للمسكة على مكان القبضة بنشر الأصابع يا أبطال تكون راحة اليد المؤدية أبطال راحة يدك تكون على قبضة الريشة أو المضرب الريشة أو عنق الريشة يا أبطال عنق المضرب الريشة يا أبطال حتى تسيطر على المضرب بشكل جيد بعد ذلك لف أصابع اليد القابضة أكيد يا أبطال نلف أصابع اليد القابضة حتى نسيطر على المضرب بكل يسر ودون توتر أي ما نحاول نشد في المسكة يا أبطال مسكة تكون طبيعية أقبض عليه بكافة أصابعي الأهم أن يكون عنق المضرب على راحة اليد وبعد ذلك أقفل عليه الأصابع دون توتر يا أبطال ثاني مرفق اليد القابضة نحو الجسم للاستعداد لأداء الضربة مرفق اليد الضاربة أبطال أكيد أني أستعد أبطال برفعه بالشكل هذا يا أبطال استعدادا لأداء الضربات الأمامية شوف هنا كيف المضرب عمودي على الأرض كيف يمسك المضرب من عنق أبطال بعد ذلك يلف الأصابع نشوف كيف شايفين هذه طريقة المسكة الصحيحة يا أبطال أو ما تسمى بالمسكة الأمامية يكون المضرب تجاه أكيد الجهة اللي أنت راح تأدي فيها الضربات وهنا بريد اليمين شوفهم بريد اليمين يلفون أصابع كاملة وبعد ذلك يا أبطال يصبح جاهز لأداء الضربات الأمامية من خلال رفع المضربة ثانية من المرفق يا أبطال استعدادا لأي ضربة أمامية سواء كانت ساحقة سواء كان إرسال سواء كان ضربات أمامية أيا كان شكل الضربة يا أبطال ولكن يكون أكيد المسكة هذه تختص في جميع المهارات الأمامية أو التي تأتي بجهة المضرب في الريشة الطائرة بعد ذلك وقفة الاستعداد تأكد دائماً لا تكتفي فقط بمسك الاداة يا ابطال، ايضا الوقفة الصحيحة، الوقفة الصحيحة يفترض ان تكون بعد كل لعبة يا بطل تكون تقف بالشكل الصحيح استعدادا للكرة القادمة، لانك لن تتنبأ كيف راح يلعبها المنافس، كيف راح تكون الكرة تاتيك، لازم تقف كل مرة بعد ضرب الكرة وقفة الاستعداد في كل مرة يا ابطال. خطواتها الفنية اتخاذ وضع الوقوف فتحا وتكون القدمان باتساع كتفين مع ثني خفيف في مفصلي الركبتين، يكون بالشكل هذا يا ابطال ما نحاول نبالغ بالفتح، ما تكون مغلقه تكون باتساع الكتفين وثني خفيف في مفصلي الركبتين، احنا اول خطوه هذه طبقناها في الوقوف الصحيح، توزيع ثقل الجسم على القدمين مع ميل الجسم قليلا للامام، اي ما احاول البعض يكون بالشكل هذا ابطال فيكون ثقلك على قدم واحده بل يكون بالشكل هذا ابطال مع ميلان الجذع للامام قليلا اصبح ثقلي موزع على كلتا القدمين اليمين واليسار. وضع اليد الحامل المضرب أمام الجسم ووجه المضرب إلى أعلى مع سنده عند نهاية ذراع المضرب على اليد الحرة أي أبطال اليد الحاملة المضرب يا أبطال سواء كان بالضربات الأمامية أو بالضربات الخلفية نضعه في المكان الصحيح ونسند أكيد باليد الحرة يا أبطال عند رأس المضرب يتجه النظر للأمام ونحو الكرة واكيد مع مسك المضرب بدون تصلب بالراس للاعلى النظر دائما للامام اتجاه الكرة أو الريش الطائرة يا أبطال لما تأتي الريشة لي أكون مستعد دائما من خلال النظر لها النظر للملعب النظر لاتجاه الكرة يا أبطال كذا يكون النظر للأمام نشوف كيف يقف بشكل صحيح طبعا تستطيع الوقوف باتساع الكتفين سواء كانت القدمين بجانب بعضهم أو تقدم قدم عن الأخرى الأهم أن تكون باتساع الكتفين نشوف كيف يحمل المضرب بشكل صحيح نشوف كيف اليد الحرة تسند المضرب ونشوف كيف ميلان جذع للامام والثقل موزع على القدمين. الفيديو المرفق يا ابطال، سؤالنا هذا اليوم الفيديو المرفق هو لمهاره مسك المضرب المسكه، احنا شايفين رفع المضرب باتجاه اكيد مسك المضرب جهه اليمين فالفيديو المرفق هو لمهاره مسك المضرب المسكه احسنتم يا ابطال الاماميه في الريشه الطائره لو كان خلفيه راح يميل المضرب اتجاه الكتف الاخر فالفيديو المرفق هو لمهاره مسك المضرب المسكه الاماميه ختاما يا ابطال تعلم الوقفه وتعلم مسك المضرب بشكل صحيح وسوف تتقن اداء الريشه الطائره باذن الله ودمتم بصحه ونشاط